السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني. انا النهاردة معايا لحمة وبامية هطبخ قدامكم. حطيت الحلة اهي وحبة زيت، حبة زيت، وادي حتة مستكة. بسم الله الرحمن الرحيم، كده نسمي بالله. وورق لورا البصلة كده، وبعدين احط اللحمة كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. ميه حبايب قلبي، شوية فلفل اسود، ميه حبايب قلبي. ولعت على الزيت اهو، هعمل البامية. ادي البصلة اهي بتاعت البامية حبايبي، جاهزة كل حاجة، والطماطم والكوري. ودي يا حبايب قلبي حتة التومة اهي، هي اسفرت يعني البصلة، بس انا بحبها لونها دهب عشان تدي طعم حلو. ودي البصلة ايه بتاعت البامية، هجيب برضو حبة كزبرة واحطها. ادي حبة كزبرة يا حبايب قلبي اهي، انا بعدين بعمل لها الطشه، بعملها كده في البصله يا حبايبي. شايفين اهو انا بعمل ايه؟ دي بتاعه الباميه. ودي البصله احمرت، انزل عليها بالطماطم كده. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الطماطم دي ايه مجمدة، انا مغزناها في التلاجة. حط لها الفلفل الاسود وحاجتها وخلاص. ادي الفلفل الاسود، وانزل بالبامية كده. بسم الله، بس كده. بس حبايب قلبي انا رجعت لكم، ادي الاكل بتاعنا خلص. ادي الباميه، وادي الرز، وادي الشوربه واللحمه، وادي الملوخيه يا حبايب قلبي. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا للي بيتفرج على الفيديو بتاعي، جدا جدا شكرا من بعد ربنا طبعا. ما تنسوش الجرس، ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.